طيب هرجع تاني لأسئلة الناس على تويتر، وبعدين هرجع عندي أسئلة كتير جدا. من وجهة نظرك ايه اللي بيحصل مع جلاد الحراس عماد متعب ده؟ خالد رأيك ايه في اللي بيحصل مع عماد متعب إعلاميا، وفكرة النغمة بتاعت انه عماد خلاص لازم يبطل، وابتعاد عماد متعب كمان عن النادي الأهلي في الفترة دي؟ بص، النغمه دي يعني هي اللي سايده اليومين دولت. الناس كلها عماله تقول يعني عماد متعب يعتزل، عماد متعب يعتزل. يا جماعه، هو لو شايف اللي هو مش قادر، هو اللعيب صاحب القرار، هو لو شايف نفسه اللي هو مش قادر خلاص هيعتزل. طب انت احساسك ايه بيه؟ انا معاه في التمرين كل يوم. عماد بيتمرن كويس جدا، خاسس وزنه مش زايد زي الفتره اللي قبل كده، الحمد لله بيتمرن كويس. فهو هو اللي يقول او هو اللي يقرر يعتزل ولا لا، والحمد لله الناس كلها بتحبه في النادي. يعني هو الفترة اللي فاتت كان مصاب، في كل حتة يعني. الفترة اللي فاتت كان مصاب، كان عنده حاجة في ركبته، هو لسه راجع. فأكيد إن شاء الله الفترة الجاية نتمنى إن هو يبقى ليه دور ادى الفترة كتير، الجاية. ادى كتير للنادي الأهلي، وادى أكيد كتير لمنتخب مصر. ومرة بعد مرة لازم أقولها الحقيقة، عماد متعب لازم نهايته أو خروجه من النادي الأهلي يبقى من أكبر وأوسع باب في النادي الأهلي الحقيقة أكيد يعني. بصراحة يعني. بس إن شاء الله يعني هو عماد متعب زي ما قلت لك، أنا معاه في التمرين كل يوم. عماد متعب لسه قادر يعني، لسه قادر، وهو صاحب القرار يعني، هو متضايق في انه ما الأول وفي بيلعبش؟ الآخر. متضايق انه ما بيلعبش؟ لو ما اداش ما يبقى في حاجة غلط. أكيد يبقى في حاجة غلط. لا، هو متضايق وزعلان، بس ده ما بيأثرش على تمرينه يعني. ما أثرش أكيد على لا تمرينه، لأن خالص. هو لعيب ودي محترف. في هو عماد متعب لعيب كبير ولعيب وعماد بيغيب بيغيب محترم يا أخي، بيغيب بيغيب وبيرجع كأنه لسه كان أكيد، بيلعب امبارح ودي يعني. وجهة نظر يعني مدير فني يعني كابتن حسام. هو عماد متعب، هو عارف كابتن حسام، هو مسك عماد متعب كتير الفترة اللي كان فيها، وعارف نوعية عماد متعب. فهي في الأول وفي الآخر وجهة نظر كابتن حسام البدري، أيا كان بقى اللي يلعب، وأهم حاجة زي ما قلت لك مصلحة النادي ومصلحة الفرق. طيب نرجع تاني لأسئلة الناس يا سيدي. احنا دلوقتي بقينا رقم 4 على مصر ترند على تويتر. طبعا ترند. انت لا عارف بقى تويتر ايه دلوقتي لا ولا عارف ترند. عارف عارف لكن لا ما عندكش، لا يعني عارف الدنيا ملم ماشيه ازاي بالموضوع. والقصه ملم ماشيه ازاي. بالموضوع لكن ما عندكش لكن لا، ما اكونتات. بحبش. والله العظيم هيطلع في الاخر عندك اكونتات لكل حاجه، لا وبس اصحابك وقافل على نفسك كده. لا اسمع مني والله، بس. لا لا ماشي. احمد بيقول لك ايه اكتر بطوله تحب تكسبها مع النادي الاهلي؟ مش كسبتها مع النادي الاهلي، تحب تكسبها مع النادي الاهلي. النادي الاهلي اه نروح كاس العالم للانديه ونكسبه اكيد، نفسي يعني. طيب خالد احمد بيقول لك احسن لعيب لعبت جنبه في الاهلي مين؟ جنبه لا كتير يعني، كتير. هو مش واحد مش واحد بس. معين. لا، في طبعا كابتن حسام غالي، كابتن محمد شوقي، كابتن حسن مصطفى، السوليه، في اكوتي برضو كان من اكوتي اللعيبه المميزه جدا قبل ما اتصاب. طبعا قبل الاصابه، قبل الاصابه هو مستواه رجع بعد الاصابه شويه، بس يعني كان من اللعيبه المحترمه جدا. منى سليم بتقول لك افريقيا يا ابن النادي، حفز اللعيب، عرفه من الاهلي ما ينفعش يخسر افريقيا يا مسمار. ان شاء الله شغالين على ده. اكيد اللعيبه اللي احنا بنشتغل على طول، الناس الكبار على طول بتكلم اللعيبه الصغيره، بتكلم اللعيبه اللي لسه جايه من النادي، اللي ما تعرفش النادي الاهلي ماشي ازاي، فبنحاول احنا نعرفهم يعني. عمر محمد بيقول لك وجه كلمة لمحمد عبد الوهاب الله يرحمه. محمد عبد الوهاب بقول له احنا افتقدناك، الله يرحمك. والناس كلها طبعا زعلت لما مات، فربنا يرحمه ان شاء الله يبقى في حتة احسن من اللي احنا فيها دي. عندي أسئلة كتير ليك جدا الحقيقة يعني، وانا بحاول كل شوية كده اخرج بره اروح لأسئلة الناس على الهاشتاج بتاعنا الحريف حسام عاشور. لسه مكملين معاك، وانت قلت لي مفيش اسئله مش عايز تجاوب عليها صح؟ انت عايز انا معاك عادي. اسئله سخنه جدا بعد الفاصل ان شاء الله، خليكم معانا.